إطار فعاليات أيام تزنيد في أكادير الممتدة ما بين 18 و25 من يناير الجاري، يحل إقليم تزنيد ضيفا على عاصمة جهة سوس ماسا بهدف تسويق صورته الاقتصادية وترويج مؤهلاته الطبيعية والفلاحية والسياحية والاقتصادية، بإشراف من المجلس الإقليمي لتزنيت وبتعاون مع المديرية الإقليمية للفلاحة. فبالنسبة لنا حنايا في المديرية كان الهدف هو التعريف خصوصا بالاقتصاد التضامني، ففي هذا الإطار احنا قمنا بمجموعة تاع الأعمال يعني في خلال سنتين، فاحنا توصلنا أنه كاين عندنا 32 تعاونية اللي حصلت على لاغريمون أونسا، وهذا عمل جد مهم. والهدف اللي كان عندنا هو هاد التعاونيات ما يمكنش اننا نخرجوهم كاملين لواحد البلاصه يعني في نفس الوقت، دونك بنا نشجعوهم كنا بنا نديروا واحد التظاهره في الاقليم، ولكن ملي تم الحديث خصوصا مع السيد الرئيس فقلنا علاش ما نديروش واحد التظاهره للتعريف بالقدرات تاع تزنيت في جميع المجالات، من بين هذه المجالات يعني تبقى القطاع التضامني. فبالنسبه لنا فكاين 50 تعاونيه مشاركه في هذه التظاهره، فهناك 30 تعاونيه فلاحيه اللي تتقدم جميع السلاسل الانتاجيه اللي كاينه عندنا في الاقليم في لي برودوي دو تيغوار، بالاضافه الى ذلك فهناك 20 تعاونيه تاع يعني الصناعه التقليديه وهي كذلك حاصله على الشاره. فالهدف هو ان هذه التعاونيه تبرزوا القدرات ديالهم، الهدف اننا نبينوا المجهودات اللي قاموا بها، وكذلك غادي تكون فرصه انه نشجعوا التعاونيات الاخرى اللي مازال ما حصلتش على لونسا او لا على الشاره في المجال تاع الصناعه التقليديه انها تعمل بجد باش يوصلوا اللي وصلوا له هذه التعاونيات، نشجعوا التعاونيات انهم يزيدوا في العمل باش يتطوروا اكثر. دونك الشيء الثاني في هذه التظاهره واللي مهم بالنسبه لنا هو انه التعريف بالمؤهلات نتاع تيزنيت الشيء اللي تنوفروه، فهناك مجموعه نتاع السلاسل، مجموعه كذلك نتاع المنجزات لا في الطرق ولا في برنامج تنميه المراعي ولا في الاركان الفلاحي، فهناك مجموعه نتاع المشاريع اللي قايمين بها. نقدر نقول ثاني هو انه لحد الان وهنا بشراكه مع لاداغ فكاين واحد المجهود كبير اللي دار، فكاين توزيع نتاع تقريبا واحد 2000 هكتار الاستثمار الخارجي، فلما لا انه يكونوا مستمرين اللي قدروا انهم يكونوا انتغيسي يجيو لتيزنيت، خصوصا ان لا حنايا يعني في المديريه ولا لاداغ مستعدين اننا نواكبهم من اجل انجاز المشاريع ديالهم. فالهدف هو الامكانيه نتاع التشغيل اننا نوفروا يعني الشغل بالنسبه للساكنه، لان هذا هو المهم. وإلى جانب الدور الأساسي والتأطير الذي تقوم به المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت داخل أروقة هذا المعرض، خصص للقطاع الفلاحي حيز مهم من أنشطة هذه الأيام من خلال معروضات ومنتجات 30 تعاونية وجمعية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي في مختلف السلاسل الفلاحية بهذا الإقليم. الحمد لله دعمتنا الفلاحة صوبت لي المقر هذا 2019 وساعدتنا باش حصلنا على لونسا المخطط الاخضر، ومحمد الخامس للتضامن عطالو لي الماتريال ديال السكسو كنشاركو بجميع المنتجات الفلاحيه كالسكسو في ثلاثه الانواع ديال السكسو وارغان واملو وزيت ارغان ديال الماكله وارغان ديال التجميل والزميطه حتى هي حنا كنقولوا بالعربيه الزميطه وبالتشريح حتى اكورنيجان. عندنا منتوج ديال الارغان لي كوزميتيك وماكله، كاين الاملو ديال اللوز والعسل وارغان، كاين الصابون والصابون البلدي، وكاين المنتوج الاساسي ديال التعاونيه واللي حنا متميزين به في جهه سوس ماسا اللي هو سيرتيفي بيو. الجمعيه الاقليميه هي واحد الجمعيه مهتمه بالسلسله ديال الزراعات وانتاج وتسويق النعناع على مستوى اقليم تيزنيت. كما كنعرفوا عندنا مناطق في تيزنيت كأولى الجرار وجامعة بو نعمان وتيزنيت في دوار أتبان وكل نواحي مهتمة بهذه الزراعة هذه ديال النعناع منذ القدم. لهذا ارتأت الجمعية باش تشجع المزارعين هادو ديال النعناع على مستوى تيزنيت من أجل تبنت واحد المشروع اللي هو مهم في تيزنيت، واحد 125 قطار غادي تبدا فيه دابا الجمعيه بمشاركه مع المديريه الاقليميه ديال تيزنيت، فيه عده مكونات، فيه الاصلاح، فيه الاصلاح ديال الاراضي، وفيه الزراعه ديال هذا النعناع هذا
اللي معروفه عليه هي، وخاصه النعناع ديال تاشغاويت معروفه بالمنطقه ديال تيزنيت. من المكونات ديالو اصلا فيه وحده ديال التقطير ديال هذا الزيت ديال النعناع هذا اللي معروفه عالميا وهي مطلوبه جدا جدا جدا. حنا تعاونيه اللي كتكون 113 منخرط اللي كتشتغل في ميدان عاصره التربيه قطاع النحل. التعاونيه عندها واحد المركز اللي كيتكون من واحد ثلاثه الوحدات اللي كتشتغل في تربيه النحل بطريق الطرق العصريه، بما فيه صناعه الخلايا الخشبيه وكذلك وحدات لتدوير الشمع الاساس اللي كيشتغلوا به الحاله في الاقليم. وعندنا مختبر لتربيه الملكات، وهذا المختبر كيتميز بواحد الصفه ديال لاننا كنديروا فيه تلقيح الاصطناعي للمحافظه على سلاله النحله الصفراء المعروفه في المنطقه بالعمل ديالها بالمقاومه ديالها للجفاف والمقاومه ديالها للحراره وكذلك البروده. وعندنا كذلك واحد الوحده لتتمين وتجويد العسل بطرق صحيه تستجيب لشروط السلامه الصحيه. وتعد هذه التظاهرة فرصة مهمة للمشاركين للتعريف والتسويق لمنتجاتهم المحلية بالنظر للإقبال الكبير الذي تشهده من طرف زوار مدينة أكادير، كما يطمح هؤلاء المشاركون في تكرار مثل هذه المبادرات في باقي مدن المملكة. مهم التعاونية تكون شي. دابا عندهم المشكل ديال التسويق، واخا درتي المنتوج ديالك التسويق ما كاينش. الا جينا لشي المعارض يلاه كتبيع شويه وكتجيب واحد الكليان ولا جوج، داكشي علاش حنا كنبازيو بزاف على المعارض بما يجي لك شي كليان. اما الا بقيتي في الدوار ولا في المقار ولا بحالنا واحد تيزنيت دابا ما كاينش بزاف، حيت كلشي كيدير هذا الشيء. الحمد لله هاد المعارض كيشجعوا التعاونيه باش تتعرف على المنتوج ديالها وتتعرف على التعاونيات اخرين من المنتوجات ديالها. كنتمنى هذه التجربه تكون في تجربه في المدن اخرى من غير المنطقه ديال السوس. الحمد لله المبادره محموده ومزيانه، لان ان شاء الله كنتمناو تكون على الصعيد الوطني، نوليو نمشيو مثلا لطنجه مراكش وكل خطره في منطقه ان شاء الله، وهذا هو الهدف اللي كنتمناو ان شاء الله. حنا كنطمعوا باش هاد الفكره ديال الانتقال ديال المعرض ديال تيزنيت يدور كلشي في المغرب، ما كرهناش كاع نوصلوا للشمال والصحراء باش نديروا نبينوا تيزنيت علاش قادره.